بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى عن الاريزميا. قلنا تعريفها disturbance في الامبلس جينيريشن او كوندكشن، يعني هو نورمال الامبلس بتطلع من الاس اي نود تروح بريت معين للاي في نود وتكمل سكتها. ايه بقى الميكانيزم دوت؟ يا اما disturbance في الفورميشن او disturbance في الكوندكشن. في الفورميشن ممكن يبقى الاريزميا ديت حاجه بتطلع برضك من الاس اي نود، يا ساينس تاكي يا ساينس براتي، او ان يطلع اكتوبيك فوكس، تطلع حته جديده كهرباء اعلى من الاس اي نود تطغى عليها وتقود هي الهارت، زي الكاتيكولامين. الكاتيكولامين لو فاكرين في اول الاوتونوميك كان الموليكولار بيز بتاعها انها بتدخل بتشتغل على السايكل كي ام بي، تدخل لي كالسيوم. السايكل كي ام بي لما يزيد في اي حته بينشط خروج الكالسيوم ما عدا القلب، بيدخل الكالسيوم. دخول الكالسيوم زي ما هنشوف كمان شويه بينشط بعده دخول الصوديوم بالكالسيوم صوديوم اكستشينجر. دخول الصوديوم ده يعمل لي ديبولاريزيشن، فالكهرباء بتاعت الحته دي تتجنن. ديجيتاليز ممكن يعمل اريزميا؟ اه ممكن يعمل برضو اريزميا، عشان حته برضك كان في الميكانيزم اوف اكشن بتاع ديجيتاليز كان بيريتين الكالسيوم جوه، لما يريتين الكالسيوم جوه ينشط دخول صوديوم وهكذا. الاسكيميك هارت ديزيز لو في مثلا مايوكارديال انفاركشن، حته ماتت من القلب، الحته الميته دي تجنن الفايبرز اللي حواليه، يحصل اريزميا. نيجي بقى لحته الافتر ديبولاريزيشن، وهي ديت اللي عايز افهم، وهي ديت اللي انا عامل الفيديو عشان افتر ديبولاريزيشن. يعني ديبولاريزيشن جه مش في ميعاده، جه بدري، جه بدري عن ميعاده شويه. ازاي؟ والله طبعا الكلام ده في الكتاب مش مكتوب، يعني الكلام ده حتى في الكتاب مش مكتوب، بس هو عمر كاتبه زياده. هو اللي عندنا مكتوب في الكتاب حته الري انتري دي، دي اللي مكتوب عندنا في الكتاب، انما غيره مش مكتوب. تعالوا بقى نجيب حاجه حاجه. افتر ديبولاريزيشن يعني اوسيليشن ان ريستنج ميمبرين بوتنشن، وين اوسيليشن ايه وين oscillation are of sufficient magnitude بيحصل depolarization. يعني هو المفروض الفيز تمشي نورمالي زي هنا كده 0 1 2 3 4، وبعد 4 ديت يجي سايكل من الاكشن بوتنشال تاني، بعد فيز 4 ديت تعمل لي مصر كونتراكشن عاديه. اللي بيحصل بقى ان بيجي الاكشن بوتنشال التاني في غير ميعاده، كانه يجي بدري مثلا، يجي مثلا عند 2 او عند 3 او عند 4 قبل ما 4 تخلص. فلو جه عند 2 او 3 يسموه early after depolarization، عمل oscillation في resting membrane potential بدري قبل ميعاده، فبقى في magnitude sufficient عمل لي depolarization. early لو جه في فيز 2 او 3، late لو جه في فيز 4 اللي هو delayed after depolarization. طب ايه اللي بيحصل؟ مثلا اهو depolarization ممكن في فيز 2 او 3، ال causes decrease in extrusion of potassium، يعني خروج البوتاسيوم ده قل. لما خروج البوتاسيوم ده قل يعني كاني اديت مثلا بوتاسيوم تشانل بلوكر. عشان كده لما نتكلم في الادويه بتاعت الانتي اريزميك هنقول ان معظمها برو اريزميك، ممكن يعمل لي اصلا اريزميا، بس هي بتعالج انواع معينه تانية من الاريزميا زي ما هنشوف في الادويه بعد كده. المهم لما البوتاسيوم خروجه يقل في الريبولاريزيشن اللي بيحصل، بيحصل ان البوتاسيوم يخرج خروجه قل، فده بيطول المدة دي. تطويل المدة دي هي تطويل المدة دي اتاح فرصة ان بعض الصوديوم يدخل، بس بعض الصوديوم ده اللي هيدخل سهل انه يوصل لي للفايرنج ليفل على طول. عشان كده الرسمة بتاعته دي حلوة جدا. جيت انزل هنا، لما جيت انزل هنا عمل برولونج اهو، برولونجيشن دوت اتاح فرصة ان الصوديوم يعني شوية صوديوم قليلين هيعملوا لي اكشن بوتنشال تاني، وهكذا وهكذا. اجي ارسمها على الاي سي جي، على الاي سي جي الاكشن بوتنشال طال، اللي كان بيمثل طول الاكشن بوتنشال في الاي سي جي هي الكيو تي سيجمنت. انا عملت برولونجيشن للاكشن بوتنشال الاولاني اهو، بس التانيين بقى خلاص عمل لي رابيد بيتس، عمل لي فينتريكولار تاكي اهو. قابلها على الاي سي جي لما خدت الاي سي جي برولونجت كيو تي سيجمنت. عشان كده كان عمر قايل للعيال، العيال كانوا حتى بيغنوها كتير، البوتاسيوم بيعمل اربع حاجات، يمكن هو كاتبهم قدام اهو الاربعه برولونج بتوع عمر. برولونج ريبولاريزيشن، حتى كان العيال كان بتتريق على برولونج كده، برولونج ريبولاريزيشن، برولونج اكشن بوتنشال ديوريشن، هي هي برولونج ريفراكتوري بيريود، برولونج الرابعه بتاعتهم كيو تي سيجمنت اول الاي سي جي. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الايرلي افتر ديبولاريزيشن. جه ديبولاريزيشن في غير ميعاده في فيز 2 او 3، نتيجه ان البوتاسيوم حصل ان البوتاسيوم قل، لما البوتاسيوم قل عمل اربعه برولونج، اربعه برولونج اللي هم مكتوبين هنا دول، برولونج ريبولاريزيشن، برولونج ريفراكتوري بيريد، برولونج كيو تي انترفال، وكمان برولونج الاكشن بوتنشال ديوريشن، اربعه برولونج ثابتين.
برولونج كيو تي ديت ممكن تبقى موجوده جينيتك في بعض الناس، عشان كده هناخد قدام حاجه اسمها تورزيت دي بوي بالتفصيل. ديت اصلا ناس عندهم كيو تي سيجمنت انترفال طويله، لما سيجمنت طالت هيبقى عندي سايكل طويله، اكشن بوتنشال سايكل طويله، بس اللي بعدها كلهم صراع فعملت لي فينتريكولار تاكي. الفينتريكولار تاكي ديت في الاشخاص دولت يسموها تورزيت دي بوينت، او زي ما عماد قالها في المحاضره تورزيت دي بوي. ده واحد فرنساوي اللي شافها. ده النوع اللي اسمه ايرلي افتر ديبولاريزيشن. طب نيجي للديلي ده افتر ديبولاريزيشن. ده ديبولاريزيشن بيوكر في فيز 4، اللي بيحصل دخول الكالسيوم بزياده، الحته اللي انا كنت لسه قايلها اكتيفيت صوديوم كالسيوم اكسشينجر، يزود الانتري بتاع الصوديوم اللي هي ديت التشينجر بتاعت الايه، بتاعت الديجيتاليز اللي كانت الثانيه في الميكانيزم فاكشن بتاع الديجيتاليز. طيب عشان كده من اسبابها برضك هايبر كاتيكونامين اللي احنا لسه قايلين. الاسباب بتاع ديت ايه؟ هايبوكاليميا برضك قللت لي البوتاسيوم. يعني ايه فكره ان الهايبوكاليميا بتقلل البوتاسيوم؟ القلب جواه بوتاسيوم جوه، لما يبقى فيه هايبوكاليميا في الدم القلب يقول ايه؟ انا هحافظ على شويه البوتاسيوم اللي عندي ما اطلعهمش، فيقل خروج البوتاسيوم فيعمل لي برولونج 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 برولونج، يعمل لي ايه؟ سنتريكولار تاكي اريزميا اللي هم بيسموها تورزيت دي بوينت او تورزيت دي بوي. والادويه اللي احنا هناخدها في الانتي اريزميا اللي هي كلاس ايه؟ كلاس 1 ايه هنلاقيه بيقفل البوتاسيوم، وكلاس 2 كده كده بيقفل البوتاسيوم، كلاس 3 اقصد، كلاس 3 كده كده بيقفل البوتاسيوم. مش احنا قلنا 1 صوديوم 2 سيمساتك 3 بوتاسيوم 4 بتاع، هنعرف ان بتاع الصوديوم بعضهم بيقفل الكالسيوم، هنبقى نشوفه ساعتها. وفي بعض الادويه برضك مضادات حيويه وكده بتقفل ايه، او جينيتك، في ناس اصلا جينيتك عندهم برولونجيشن كيو تي سي. طب نيجي بقى للديلايد افتر ديبولاريزيشن. اسبابه زي ما قلت كالسيوم، هايبر كالسيميا او هايبوكاليميا برضك ممكن تعمل برولونج البلاتو، هايبوثيرميا، هايبوثيرميا يعني المصل سقعانه، فيبقى فيها حاله من تحافظ على الكالسيوم جواها عشان تشد. واحد مثلا سقعان، لو واحد في كولد وسقعان المصل بتشد بيقعد يرعش، بتشد عشان جواها كالسيوم زياده، اهي الانتري بتاع الكالسيوم ده بيعمل لي ديبولاريزيشن، او فوسفودايستريز انهبيتور زي ما هنشوف كمان شويه. ماشي، هي مكتوبه تقريبا في كتاب فوسفودايستريز انهبيتور. دي بتيجي امتى؟ قبل ميعادها، يعني جت في فيز 4 قبل ما فيز 4 تخلص. نيجي بقى للديستربنس في الكوندكشن. ممكن تبقى هارت بلوك تعمل لي برادي اريزميا، الايفينين اتقفلت تيجي البركنج هي اللي تعمل حاجه اسمها ايديو فنتريكولار ريزم. خدناها في الكارديو ان لو العربيه الاولانيه في القطر عطلت تيجي العربيه الثانيه اللي هي الاي في نود، عطلت تيجي العربيه الثالثه اللي هي البركنجي. طيب يعني ايه بقى الري انتري؟ ديت بقى انا تقريبا عامل الفيديو عشانها اصلا، بعد كده ممكن نبقى نتكلم في التسجيل عادي ان شاء الله. ري انتري ديت فكرتها ايه؟ لو نورمالي اتجاه الامبلس في الهارت بيمشي ازاي؟ اول حاجه اس اي نود، الاس اي نود اهيت ترمي للاي في نود، والاي في نود تروح للبركنجي، البركنجي توزع على الفنتركل، الاشاره تمشي في الفنتركل وتخلص وخلاص. طيب الكاردياك ماسل ممكن تكون متداخله في بعضها، يعني ممكن يبقى عندي كاردياك ماسل فايبر اهيت وداخله كده ايه في كاردياك ماسل فايبر تانيه عادي، يعني شكل الفايبر وترتيبها مش ريجولار، مش ترتيب معين يعني. المهم في ديورنج كوندكشن بتوين الفايبرز وبعضها نورمالي ايه اللي بيحصل؟ قبل ما نتكلم عن الري انتري، نورمالي لو في اشاره ماشيه هنا كوندكشن بقى، يعني بتقعد تكهرب فايبر ورا فايبر ورا فايبر، ايونات تتغير، اكشن بوتنشال في الفايبر دي ورا الفايبر دي ورا الفايبر دي. يجي الاكشن بوتنشال ينتقل هنا، هينتقل هنا وهنا، لما انتقل هنا وهنا هتيجي الاشاره تتقابل هنا، لما تتقابل هنا يتجمعوا ويكملوا سكتهم في الفايبرايه دي. يعني نورمالي الاشاره اللي ماشيه هنا ديت ما بتلفش هنا، والاشاره اللي ماشيه هنا ديت ما بتلفش هنا، ده نورمالي. طب تعالوا بقى عند شخص ضربنا له، حصل مثلا مايوكارديال دامج هنا، حاجه مثلا بوظت الفايبر دي، خلت الريفراكتورنس او الريفراكتوري بيريود بتاعتها عاليه. لما السلك دوت يبقى موصل جيد، يعني سرعه الكهرباء فيه عاليه، معناها ان الريفراكتوري بتاعته قليله. طب لو السلك ده موصل سيء للكهرباء، يعني الريفراكتوري بتاعته عاليه عازل للكهرباء. طب تعالوا نعمل مايوكارديال دامج، يعني ادي الفايبر اهيت، عملنا هنا مايوكارديال دامج، فسرعه مرور الامبلس هنا هتبقى اسرع من هنا، فهيجي الامبلس هنا هو لسه ماشي هنا على مهله، او ممكن ما يمشيش خالص، حصل يوني دايركشنال بلوك زي ما هنقرا الكلام دلوقتي. فاللي يحصل ان الامبلس ماشي هنا ديت تلف هنا تاني، لما تلف هنا تاني ترجع هنا وتنزل تاني هنا. فمن غير ريزم معين، يعني من غير بقى ما تيجي امبلس جديده من الاس اي نود،
بقى عندي الامبلس ديت مش مشيت وخلاص اتجاهها في الفنتركل وخلصت، لا عمليه ري انتري، بتعيد وتخش، بتعيد وتزيد وتخش، بتعيد وتزيد وتخش، اصلها كهرباء، مجرد انها تلامس فايبر تانية بتكهربها، يعني ما بتنتهيش، طاقه لا تفنى، كهرباء ما بتنتهيش، بتقعد تعمل لي ري انتري. نقرا بقى الكلام اللي عندنا. الامبلس داي اوت افتر اكتيفيشن اوف الفنتركل، زي ما احنا قلنا السي انود اي في نود بركنج فنتركل وخلصت. ليه ما بترجعش تاني؟ لان انا لما كهرب فايبر انا لسه مكهربها بتبقى فيها في حاله ريفراكتوري بيريود، فخلاص الامبلس الواحده من الاس اي نود بتطلع وبتخلص. طب برضك نورمالي لو في امبلس ماشيه في تو دايركشن هيضاي اوت وين التو امبلس ميت، اللي احنا كنا قلنا عليها هنا نورمالي ان مفيش ريسايكل، لا قابلوا بعض وكملوا في اتجاههم وخلاص. نيجي بقى للري انتري. لو في اناتوميكال انومالي او مايوكارديال دامج بيعمل يوني دايركشنال بلوك، بيبقى ترانزيانت بلوك، الامبلس بتري انتر وتري اكزايت اريا اوف مايوكارديال افتر ذا ريفراكتوري بيريود هاز سبسايد. يعني ايه افتر ذا ريفراكتوري بيريود هاز سبسايد؟ يعني الامبلس اللي ماشيه هنا هي اصلا ما عدتش عشان تعمل لي هنا ريفراكتوري بيريود، فما فيش ريفراكتوري بيريود، كان ما فيش ريفراكتوري بيريود. طب اعالج ديت ازاي؟ يا اما ان انا اعمل تو واي بلوك، ان انا اقفل هنا وهنا وبالتالي الامبلس الريسايكل دي تبطل وابقى عالجت الاريزميا، او امبروف الكونديشن ان انا اعالج المايوكارديال دامج دي بحيث انها تمشي عادي زي النورمال في اتجاهين وتتقابل هنا وتكمل. يعني يا رب تكون الفكره وسط. نكمل بقى في الايه في التسجيل.